علاقتي بستار أكاديمي علاقة تعني لي كتير من بداية ما بلشت غني، وبلشنا سوا وعلى طول عنا موعد كل سنة أو كل سيزن أنا وياهن وكتير من الفنانين. سو شي كتير حلو أنك تجي كستار وتشجعي أشخاص عم يحلموا بمستقبل فيه نجومية، فيه تحقيق لأحلامهم الفنية، تكوني جزء من هالفرحة. ليش لا، أكيد تقدمي لهم ولو نصيحة أو جزء بسيط من الدعم. يمشوا ورا حلمهم حتى لو ما كان النجاح من أول خطوة، هيدي فرصة أكيد بتكون ساعدتهم كتير، عرفتهم على العالم. بتعرفي الهوية بتضلها ضايعة بالبداية لحد ما الفنان يلاقي شو بده. صار أكاديمي بيوفر عليهم كل هالأمور وطلعهم من هون بعتقد جاهزين لشو بدهم. سربرايز هي طلعتي على المسرح والأغاني والريهرسلز اللي كان عم بيصير، هيدا سربرايز للفانز لأنه في شي حلو عم يتحضر. كل الأشخاص الموجودين هون، علاقتي بتوني أهوجي is my friend، كل الأشخاص هون مجرد أني فوت حتى لو كنت بأي مود بنبسط. أي تحضير لعمل لإلي بخليني هيك عندي excitement، دايما أنا مبسوطة أنا عم بشتغل. كنت تابعوني بستار أكاديمي حصرياً عبر صوت الغد. كل العالم بتقولها خايفة.